من أمام مقر وزارة الخارجية عادت عجلات الدراجات الهوائية لتدور مجددا ضمن المرحلة الأولى من دورة الجزائر الدولية في طبعتها 22 بعد غياب دام 4 سنوات. العرس يعني عرسان، أولا العرس بعودة رياضة الدراجات الهوائية بعد الغياب كما قلت في بضع سنين. الآن الحمد لله جاءت أيضا بمناسبة ألعاب البحر المتوسط، ستقوم هذه الدورة الآن بالترويج لألعاب البحر المتوسط. الدورة هذه مثلما تعد فرصة ترويجية للألعاب المتوسطية هي أيضا مرحلة تحضيرية للدراجين لموعد وهران بعد أسابيع. اليوم سباق صعب جدا، مسلك صعب، صعود ونزول، راح تكون يعني منافسة قوية بين الدراجين والرياضيين الجزائريين، يعني لديهم حافز هو يعني تقديم ما أحسن ما يجب تقديمه من أجل نيل ثقة المدرب الوطني للفوز بمقعد من المقاعد 8 للفريق الوطني للدراجات الذي سيشارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. على مسافة 100 كيلومتر وتحت تأثير ارتفاع الحرارة والمنحدرات والعقبات، انسحب الكثير من الدراجين مع مرور الوقت قبل أن ينهي دراج مولودية الجزائر عز الدين العقاب السباق بتوقيت قدره 2:48.44 متبوعا بمحمد الأمين نهاري من المنتخب الوطني للأمل ونسيم سعيدي من فريق شرطة دبي. الحمد لله السباق هذا كان صعب خاصة بعودة الحرارة والمسلك الصعب اللي فيه صعود كثير، وين شفنا من الدورات الاولى يعني انفلتت مجموعه والحمد لله كنا 3 تاع مولوديه قدام وقدرنا نسيروا السباق ونتفوقوا خاصه على الدراج من فريق ابو ظبي اللي نعرفه قوي، كان محترف من قبل. المرحلة الأولى من دورة الجزائر الدولية بدأت من العاصمة وستستمر عبر مراحل أخرى بكل من البليدة وشلف ومستغانم قبل أن تحط الرحالة بعروس المتوسط مدينة وهران.